أحب أعرفك بنفسي أولا. أنا محمد رفعت، محامي سعادة شوكت باشا. أشرفنا يا سعادة. أنا جبتك هنا علشان أنبهك لنقطة مهمة جدا. أنت ارتكبت غلطة كبيرة قوي في حق ليلى هانم وحق نفسك. يا سعادة بيه، أنا اتجوزتها بالحلال، اتجوزتها بعد ما حبينا بعض حب شريف. ما هي دي الغلطة، هي دي الغلطة يا 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 أنور أفندي، هي دي الغلطة. إزاي تتجوز واحدة مش من درجتك؟ مفيش بينك وبينها أي تكافؤ أو انسجام، لا في الحسب والنسب ولا في الثروة. ده شيء يتنافى مع قانون المجتمع. المجتمع اللي يفرق بين قلبين بيحبوا بعض وتعهدوا سوا على الخير والشر يبقى مجتمع ظالم، مجتمع قاسي، مجتمع مادي، بيفضل المادة على القلوب الشريفة. قلوب ايه ومصارين ايه يا استاذ؟ انا بكلمك عن القوانين المعمول بيها في جميع انحاء العالم. شوف يا ابني، الدنيا دي زي قطر السكه الحديد، فيها البولمان وفيها الدرجه الاولى والدرجه الثانيه والدرجه الثالثه. فاذا نط واحد من الدرجه الثالثه عشان يركب في الدرجه الاولى هيقفشوه طبعا ويطوقوه ويبهدلوه. طب واذا كان واحد من الدرجه الاولى عاوز يقعد في الدرجه الثالثه، انتوا مالكم وماله؟ مالنا ازاي يا اخي؟ ده هيتكعبل في الاقفاص والبلاليص والقدر وهتقع فوق دماغه المقاطف ويتبهدل بهدله ملهاش اي مثيل. شوف يا 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 انور يا بيه، يا انور افندي، الواجب على كل انسان انه ما يتعداش الدرجه اللي وضعه فيها ربنا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وجعلنا بعضكم فوق بعض درجات. وقال سبحانه وتعالى ايضا: ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده. فاذا كان ده هو التشريع اللي وضعه ربنا، فازاي احنا نتعداه ونجعلها فوضى والانسان البسيط يتجوز واحده مش من درجته؟ لا لا يا انور افندي، ده غلط، غلط شنيع يقلب اوضاع المجتمع. القصد سعادتك عاوز مني ايه دلوقتي؟ انا عاوز اصلح الموضوع يا انور افندي. انصحك انك تطلق ليلى هانم كده بكل بساطه. يا سلام، اطلقها كده بكل بساطه؟ ايوه، وبدون ضجه وبدون شوشره وبدون اضرار بمصلحه اي انسان. عائلة ليلى هانم ناس أكابر ما انتش قدهم، أظن انت فاهمني. أنا أفضل إني أموت ولا طلقش ليلى. يا أنور أفندي ما تبقاش دماغك ناشفة، إذا كنت طمعان في قرشين ولا حاجة أنا في إمكاني أكلم شوكت باشا يديلك أي مبلغ انت عاوزه. أحب أفهم سعادتك إن مال العالم كله أرفضه ولا ضحيش بليلى، دي مراتي يا ناس، مراتي دي. بس بس، سيبك من اندفاع الشباب وجنون الشباب وفكر معايا كويس. إيه رأيك يا بطل؟ أنا في إمكاني أجيب لك منهم 1000 جنيه. ما بلش. 2000. ما يمكنيش. في إمكاني أخليهم 3، إيه رأيك؟ يا سعادة بيه، دي مسألة متعلقة بقلبي، وأنا يستحيل أقبل إني أنزل قلبي في المزاد. يا أستاذ أنور، أنا نصحتك كتير، وقد أعذر من أنذر، لكن تأكد إنك هتندم جدا لو ما طلقتش ليلى هانم حالا. أنا مستعد أطلقها إنما بشرط واحد. إيه هو؟ إذا كانت هي بنفسها تقول لي أنا مش عاوزاك. بس كده، أنا هخليها حالا تقول لك إنها مش عاوزاك. الو ادريس، انا رفعت المحامي، اديني سعاده الباشا.